هل تعتقد أن إسقاط طائرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كانت مدبرة أم كانت قضاء وقدر؟ سواء كان طالع من الخرطوم رايح ليبيا برق على ما أظن أو طرابلس الغرب، فالعاصفة رملية على بعد 1400 كيلو من طرابلس قبل ما يوصل يعني عصفت بالطيارة، فالطيار حاول الهبوط وكان يعني من البراعة بحيث ان هو زحف ببطن الطائرة على الرمال، ولكن القدر شاء له انه مقدم الطائرة اصطدم فقتل الطائر ومساعده والملاح، ثلاثة قتلوا وخمسة أصيبوا. وشاء الله برضو نرجع لحكاية العمر أن ينجو الرئيس ياسر عرفات. فطبعا هم 15 ساعة العالم كله اهتز في 15 ساعة دول، لدرجة أن كل الدول سواء كانت عربية أو أوروبية أو أمريكية، حتى ياما الرئيس أظن كان بوش أمر بأن القمر الصناعي يحدد مكان الطائرة ويسمح له، يعني كله ساعد في مسألة العثور على مكان الطائرة، إلا أن بعض الأعراب في الصحراء استطاعوا أن هم يصلوا للمكان، وأنهم الحمد لله كانت كتبت النجاة للرئيس ياسر عرفات. هو كان في برنامج لتصفية كل قيادات الثورة، يعني في برنامج موضوع الموساد عمله، ولذلك أبو إياد قتل، أبو جهاد قتل، أبو الهول قتل، كل القيادات العليا اغتيلت، عملية تونس عملية، يعني كان هناك برنامج لتصفية القيادات العليا الفلسطينية كلها. فأنا لا أستبعد يعني، بس أبو عمار ده بسبعة الراح يعني. هل كان في مؤامرة لقتل الرئيس عرفات، أو هي مجرد رسالة بتقوله ان احنا نستطيع في اي وقت ان احنا نصل اليك فلابد انك تتجاوب معنا؟ يعني هذه الواقعة ايضا لازال يحيطها الغموض، بل في محاولة تنسيها، يعني لا تذكر حاليا ولا حد بيجيب سيرتها، ولم يكن هناك حرص على معرفة التفاصيل او الحقائق الخاص بها، لان هما بيعتقدوا ان تصفية الشخصية القيادية او تصفية الكادر بيفتت المجموعة. فطبعا اسقاط طائرة عرفات يعني تكاد تكون شبه مؤكدة، يعني لان هو كان على الليستة اللي عليها كل القادة. لا اعتقد، لان ما فيش اسرار، احنا دلوقتي الحادثة ده بقى قربت على 9 سنين، لم يبدو في ان اسرائيل لها دخل في هذا الموضوع يعني. والا كنا احنا يعني برضو زي ما قلت لك ما فيش حاجه بتستخبى ابدا، ها ما احنا بنقول اهو اسرائيل ورا ده واسرائيل ورا ده واسرائيل ورا ده، لكن بالنسبه للحادثه ديت لا يوجد اي دليل على ان الاصابع المخابرات الاسرائيليه يد في حادث طائره الرئيس عرفات. انا بعتقد ان في طيارين في اسرائيل وامريكا، طيار بيرى ان اختفاء عرفات افضل لاسرائيل وامريكا، وانه حيدخل الفلسطينيين في صراعات وصدامات وحتتحول قضية فلسطين الى حرب داخلية، وفي طيار اخر بيرى ان اختفاء عرفات حيكون ضد اسرائيل وحيشعل المنطقة وحيفقدها طرف محاور قادر على تحقيق النتيجة.